بداية بأسعار العملات في السوق الموازية. سعر الدولار بثمانية دنانير وثلاثمائة وأربعين درهما، اليورو بتسعة دنانير وخمسمائة وثمانين درهما، الجنيه الاسترليني بعشرة دنانير وتسعين درهما، الليرة التركية بدينارين وأربعمائة درهما، أما الدينار التونسي بثلاثة دنانير ومائتين أو درهما، الجنيه المصري إلى أربعمائة وسبعين درهما. أما عن أسعار الذهب فبـ 245 دينار للجرام الواحد من عيار 18، وسعر عيار 21 بـ 279 دينار، وعيار 24 بـ 326 دينار للجرام الواحد. أسعار المواد الغذائية فالبيض بـ 14 دينار، والأرز بـ 3 دنانير ونصف، والمكرونة بدينار و750 درهما لنصف الكيلو الواحد، والكسكسي إلى 3 دنانير و250 درهما، زيت الذرة بـ 4 دنانير ونصف، الزيت النباتي بـ 3 دنانير و750 درهما، السكر بـ 4 دنانير و750 درهما، معجون الطماطم بدينار واحد، والدقيق بدينارين. أما عن أسعار اللحوم مشاهدينا فكما ستظهر أمامكم على الشاشة الآن، سعر كيلو الدجاج بعشرة دنانير وخمسمائة وثمانين درهما، أما سعر الخروف الوطني بخمسة وثلاثين دينار، والخروف الأسباني بأربعة وعشرين دينار، وكيلو المعز بأربعة وثلاثين دينار، أما لحم البقر بثلاثون دينار، والإبل بخمسة وثلاثين دينار.